لازلنا مواصلين لقائنا مع النجم ولي توفيق الذي سبقته دموع للتعبير عن حبه واعتزازه بالراحل ملحم بركات، وكشف لنا كمان عن رأيه في لجان تحكيم برامج المسابقات وما سيقدمه لفلسطين خلال الفترة المقبلة. تعالوا نشوف اللقاء. إفراء وأثر لأنه هو من العنقود اللي احنا بنحبه، هيك الجيل اللي احنا تربينا عليه، على قد ما كانت روحه حلوة وعزيزة على قلبي كتير. وأبوك مين يا صبية ومغرم بعيونك، أغاني يعني في حياتي كانت من ألحانه. التعاون بين ولي التوفيق وملحم بركات ترك أثر كبير في حياته. كان في عمل بيني وبينه، أنا عمره حوالي 35 سنة، اجتمعنا على غدا وقال لي يا أبو وليد أنت حتسجل غريب يا زمن، وهو ابتدى ينسى نسى الأغاني يعني، ونزلنا وسجلناها والله، وطلعنا لعنده على البيت أنا والأستاذ نزار فرانسيس، وسمع ودمت عيونه قد ما بيحبها لأنه عمل أنا بحبه كتير. غريب يا زمن، يا زمن عن أهلي غريب، غريب يا أبويا يا أبويا وهجرني حبيب. بالرغم من أنه له وجهة نظر خاصة في برامج اكتشاف المواهب، إلا أنه لا يمانع من المشاركة كأحد أعضاء لجنة التحكيم. احنا بجيلنا كان عيب واحد يعمل إعلان، أو إزاي أنا حاعد في لجنة التحكيم ولسه أنا بغني وبنافس، الفكرة ما كانتش واضحة. حصل ده في أمريكا وأوروبا بقت إيه عادي، وتعرض عليا بالوقت اللي أنا قلت لا، إزاي أنا حاعد ورا كرسي ولسه أنا بغني وعندي أغنية، إزاي يعني حاعد حكم على الناس وأنا. اتغيرت الفكرة، لو حصلوا في برنامج بمستوى ليلة يشرفني أني أقعد وراء مع لجنة وأعطي آرائي وأعطي خبرتي السنين هاي، لأنه أنا النجومية شغلتي. منح جواز السفر الفلسطيني تقديراً عن مجمل أعماله. دي قضية، أهم قضية في الوطن العربي هي قضيتنا الأساسية فلسطين، وأنا بالنسبة لي الباسبور الدبلوماسي اللي خدته من الرئيس حياتي له مشكور، أنا بعتبره هيدا من الشعب الفلسطيني. كنا مبارح بيتضامننا مع الأسرى إخواننا اللي بالسجون الإسرائيليات، تضامننا معهم ومنشد على أيديهم لأنه ده الأهلنا. فكوا الحصار، فكوا الجدار، يا لسك هاشم قاوي. عرب وود برنامج متشاف والناس بيحبوه، أنا بحيي كل اللي عم يشوفونا اليوم يعني.